بعد العملية النوعية التي أقدمت عليها القوات المسلحة الملكية المغربية الجمعة الماضية في إطار إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في معبر القرقرات الرابط بين المغرب وموريتانيا بطرد ميليشيات البوليساريو التي كانت تعرقل حركة النقل والتنقل بالمعبر بل وشرعت في تخريب الطريق، أعطيت انطلاقة ورش ميداني لتعبيد ما تبقى من الطريق الرابطة بين البوابتين المغربية والموريتانية من معبر القرقرات الحدودي الدولي. الطريق هذه راه كتحيد بزاف ديال المشاكل على الشوافر وعلى الكاميونات، راكم شفتوها ومشيتوا واقيلا شفتوها وزرتوها وكلشي، راه كولوميتون سولا جوج راه الانسان كيدير فيه واحد 40 دقيقة حتى ساعة المكانة. الناس راه مكرفزة ومعذبة ودروك راه الحمد لله بعدا ولا تقاد الطريق بعدا غتحيد هذيك الصعوبات للشيفور. زينة تبارك الله، حنا ندورو على شي يصلح زينة، والله إلا زينة تبارك الله. ما هذا راك تفعل لك الطريق من حد ذاك النهار تعود ما فاتصلحت، كان قدرون هون ماني رد عليك، كانت تلم التراب وتبربوا فيها الكمان وحلو فيها وما تينا قاعدين نجرو منين ناخذ وراك عاد القدرون اللي تعود تبارك الله تفوت لها خمس دقائق ولا 10 دقائق راك لحقت. المقطع الطرقي الذي سيتم تعبيده يمتد على حوالي 3 كيلومترات من نهاية الطريق التي قام بتعبيدها المغرب قبل 4 سنوات وحتى حدود البوابة الموريتانية. مقطع يشكل معاناة يومية ويتسبب في ضغط نفسي لسائقي الشاحنات الذين يعبرونه يوميا. من انعكاسات إصلاح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا، هذا المشروع ديال الإصلاح الطريق ما بين المغرب وموريتانيا هو ذا أهمية قصوى. في المضى من الأيام لاحظنا ارتفاع الطلب على العبور في هذا المقطع الطرقي الدولي. الآن وبعد إن شاء الله تتمة إصلاحات الطرق سيكون طلب عليه إن شاء الله بشكل جيد، وسيكون إن شاء الله المستثمرين سيثقون أكثر بعد إزالة مكامن الخطر التي كانت تهددهم والعناصر البوليساريو التي كانت تعرقل حركة المرور بشكل سلس. نعم أستاذ توفيق، إلى حدود الساعة كيف هي حركة النقل الدولي للشاحنات والعربات عبر المعبر الحدودي للقرقرات؟ الآن حركة المرور تسري بطريقة جد متسارعة. صحيح أن هناك بعض الضغط من ناحية الشاحنات المتجهة نحو موريتانيا نظرا للأيام التي كانت الطريق مقطوعة. الآن عناصر الجمارك تعمل جاهدة بمساعدة جميع المصالح الأمنية لكي تمر عملية المرور بشكل متسارع أكثر وفي إطار مراقبة مشتدة طبيعة الحال لتفادي جميع مخاطر وجميع الأخطار التي يمكن أن تهدد الاقتصاد الوطني.